الله خضر نبدا معك. يعني اولا ما حبيت نهضر ربما كلمه على هذه الحلقات المناقشه في بين الان تظهر في كل مكان في الجزائر العاصمه في وسط الجزائر العاصمه. واش تقول يعني في هذه الحلقات ولا ندوات صغيره بين الشعب وتبادلوا الاراء والنقاش؟ بون اثر تجميل سي ما مسيح المسيح يا طاسلا ودنيا كغيرها هما الزراعه المغاربيه صحه رمضان ليك صحه الفضائل ان شاء الله هكا شابين. فيما يخص المساله هذه تاع الحلقات او المنتديات او اللقاءات بين المواطنين، نظن باللي الشعب الجزائري راه يسترجع شيئا فشيئا يعني المساحات اللي غلق عليها النظام منذ يعني نقولوها 20 سنه الاخرين هذو، وين كان فيه غلق اعلامي وغلق يعني سياسي. نظن باللي الشعب الجزائري راهو يبرهن بانه لما يتشاور بين يعني يكون فيها تشاور وحوار بين المواطنين نقدروا نخرجوا بنتيجه ونقدروا نزيدوا في تماسك الحراك او ثوره الابتسامه. هذا نوع اخر من يعني النضال السياسي وبرهان اخر على النضج العالي السياسي للشعب الجزائري وخاصه الشبيبه منه اللي راهي تبرهن للعالم اجمع انها متفطنه وانها متمسكه بمطالبها وانها يعني راهي حتى بوادر الخروج من ازمه ما تقدر تجي الا من هذا يعني الممارسات يعني الحضاريه والممارسات السياسيه الحديثه اللي تسمح باش كل جزائريين يعني يتحاوروا ويتشاوروا بيناتهم في مسائل تخص حاضر ومستقبل الامه. اذا نظن قلناها في هذا الشهر اكثر من المسيرات نتاع الجمعه ومسيرتنا حتكون مسيرات يعني نتاع بعض الاسلاك كما غدوه ان شاء الله الطلبه والمحامين. نظن باللي هذه المنتديات المسائيه الحلقات اللي تصرى بعد التراويح اللي تصرى في بعض مناطق الوطن وفي الساحات العموميه في اغلب الولايات، نظن باللي فاعل خير فلازم نقول خير على هذه باش يعني بالحوار هذا راح نتفاداو كل الشقاقات اللي راه يلعب عليها النظام القائم والسلطه القائمه. هذا غلا غوك مس حسن موسي. المساله اللي كفى عليها الكلام اليوم هذه هي المناورات تاع النظام وحتى الحكومه. الناس مطالبين باش يغيروا النظام، هما بدلونا القانون تاع السيارات. في كلام يعني اليوم هذا كثر الكلام على قضيه تاع السياره تاع موان 3 ولا موان 6. فيما يخص الاعتقالات انتقلنا من مسرحة الاعتقالات الآن إلى مسرحة المعالة، نشوفهم يعني المحاسبة ربما لما يبانوا أمام المحاكم. يعني أولا كيفاش تشوف هذا؟ هل تعتبر هذه مناورات أو كما ربما يشوف واحد آخرين هي عمل حكومة لازم تنشط، لازم تقدم برنامج، لازمش تتأثر بالحراك هذا لأنه سوف تتأثر اقتصاديا. يعني رانا عندنا بلاد لازم يمشوها. نظن باللي اصحاب القرار الحاليين راهم غالطين في حسابهم، وراهم اذا كانت عندهم قراءه للوضع الحالي وللمطالب الشعبيه نظن انها قراءات خاطئه، لانه لما بداوا هذه اسابيع بالمناورات والمغالطات والسياسه تاع احباط المعنويات تاع الجزائريين، سياسه طبق تسد، ذوب الالكتروني، وما يعني يعني راهم ما همش يسمعوا في المطالب الشعبيه. هذا اللي زاد الشعب في كل جمعه وفي كل ايام الاسبوع يرد باجوبه يعني قويه يعني مضاده لهذه المناورات اللي تقوم بها السلطه القائمه. لو كان تشوف
تشوف يعني الشعارات نتاع الجزائريين خاصه في المسيرات ولا في التواصل الاجتماعي تصيب اللي يقول لك ما تبدلوناش السوجي، ما تبدلوناش الموضوع، احنا ما قلنا لكم جيبوا لنا سيارات نتاع اقل من ثلاث سنوات، احنا قلنا لكم ما نبدلوش الطوموبيلات نبدلوا، احنا قلنا لكم بدلوا النظام. هذه الحكومه يعني يقول لك لا محاكمات ولا انتخابات حتى سقوط العصابات، هذو كما قلتها اشارات قويه وشعارات قويه ليرددها كل الجزائريين كل يوم باش يقولوا باللي رانا فاهمين الوضع ورانا هذه المناورات مش راح يعني تجيب نتيجه ولكن راح تقدر تازم اكثر فاكثر من الوضع القائم. الى فيما يخص يعني العمل الحكومي لازم اذا كان راني متشبتين بالدستور يقولوا باللي الحكومه راهي تعمل على اساس الدستور، نقول لهم باللي الحكومه هذه حكومه صرف الاعمال سي ان غوفرنمون كي دو جيري لي زافير كورونت، ما عندوش الصلاحيات باش يدير قرارات وين يقرر ويدير ويبدل في الولاد ويبدل يعني في مديري شركات وطنيه ويعمل وكانه كانها حكومه يعني رسميه يعني وهي حكومه بوتفليقه يعني خلاها لنا النظام البوتفليقي كما خلاونا يعني رئيس دوله من يعني النظام البوتفليقي. واذا كان يهضروا على الحاله الاقتصاديه، الحاله الاقتصاديه الاقتصاديه الناس كاع تعرفها، مش من بعد الحراك اللي راح للاقتصاد تاعنا راه في تدهور، احنا ما عندنا حتى اقتصاد، كل مختصين اقتصاد يقول لك باللي المنظومه بين قوسين المنظومه الاقتصاديه منظومه ريعيه، ما عندنا يعني كل شيء يتمدار في لا فورمال يعني، وما عندناش اقتصاد قوي، اقتصاد اللي يخلق مجال يعني التنافس الحر واللي يكون يقدر استثمار ليخلق مصالح يعني مناصب شغل او يعني ازدهار او ارتفاع في القدره الشرائيه نتاع المواطن. هذه تغليط ونظن باللي ماهيش ماشيه والشعب الجزائري مازال متمسك بالمطالب تاعو، ماشي الامور هذه اللي راح خرجوا عن خطة طريق يعني الثورة الشعبية. طيب يا ظهر أن ربما مع أول واحد اللي وضع البلاد في المأزق هو النظام القائم، إذا كان فيه اختراق أو دس دوس على الدستور هو النظام القائم، يعني تبني يعني احترام الدستور من طرف السلطه القائمه هي مغالطه كبيره، وهذه ماهيش في مصلحه البلاد. ما دام يعني عشنا مراحل وين الدستور كان يعني ما شبه مسوده، ما حتى هيئه حتى جهه ما تحترم فيه. اذا نظن باللي اذا كان حابين يديونا الانتخابات 4 جوية بالقوه، لانكم شفتوا باللي فيه رجوع بعض السياسه الامنيه يعني يعني منع المظاهرات في بعض الاحيان، غلق مساحات يعني للتجمهر، شفت التلفزيون العمومي بداوا يعني يرجعوا الى عاداتهم القديمه ويكون فيه يعني يمشوا بالتليفون بالاوامر يعني يعني ما يغطيوش الحراك الشعبي وحتى العمل نتاع الاحزاب السياسيه. هذا يعني راهم يحضروا وكانه يحضرونا يعني مناخ باش يروحوا بقوه الى انتخابات، انتخابات يرفضها الشعب جمله وتفصيلا، لانه متيقن انه مش بانتخابات اللي راح يحضرها بدوي يعني كما يقولوا القائد الاول لتزوير الانتخابات. صح.
او رئيس دوله اللي اعترف في 87 انه يعني زور الانتخابات من اجل مصلحه البلاد، ماهوش بهذه المؤسسات اللا شرعيه واللا قانونيه واللا دستوريه اللي نقدروا نروحوا الى انتخابات نزيهه. تربيا تربيا سي مقران الخضر من فضلك عندنا الان نحاولوا نجيبوا